السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم سوري سور جاتو أو مطبخ ليلى. يسعدني اليوم عدت إليكم بوصفة جد أوريجينال، وصفة جديدة ولكن غاية في الروعة، نتمنى أنها تعجبكم وتنال رضاكم. وصفتنا لليوم هي بسبوسة تركية من دون بيض ومن دون دهون، تستحق التجربة كما قلت لكم، جد جد لذيذة. إذا كنتم أول مرة تزوروا القناة نتمنى أنكم تشتركوا وتدعموني باللايك وبالبرتاج متاعكم، وكذلك تفعلوا الجرس. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. هلو هلو، السلام عليكم أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم سوري سور لو جاتو أو مطبخ ليلى. معانا ماما تحكي في التليفون. انا وماما حبيبتي في المطبخ. ماما هنا طيب لنا في لاسو بتاع الحوت، البرد بدا هكا ولا ماما هكا قلت. هنا يا عم الخضار، وهنا يا راس الحوتة. هذه وصفة جد جد لذيذة وبنينة بنينة بنينة للغاية. كنشوفوا كمية الحوت هذه شحال تحط لنا. هذا شريته بأنوغو ماما، انا غوساك مطرس الحوتة من مرشي، وكما تشوفوا ما شاء الله فيه الكثير والكثير من اللحم. وهنا الخضار. اذا كتحبوا الوصفة قولوا لي في تحت في لي كومونتير، ان شاء الله نعملوها لكم. حبوباتي هنايا كما تشوفوا حطيت القطر متاعي او السيرو متاعي طيب، حطيت 3 كيسان سكر عليهم، 3 كيسان ماء، كيس من السكر الفانيلا، و باش نحضروا البسبوسة بطبيعة الحال. نخليهم حتى لين يغليو، ومن بعد نخليه يبرد تماما باش نسقي به البسبوسه. كيما قلت لكم البسبوسه نتاعنا على الطريقه التركيه من غير دهون. هنايا عندي 500 غرام من السميد الدق، السميد الرقيق، السميد الرقيق 500 غرام. ثم عندي علبه ياغورت طبيعيه بوزن 125 غرام. ثم كاس شاي غير مملوء من السكر، خاطر ما تنساوش ثم القطر او السيرو دونك مسكر ما نزيدوش، وكاس نفس الكاس من الحليب، كاس شاي، هذا كاس تاع شاي، وشوي من الملح، وبطبيعة الحال كيس من الخميرة بوزن 15 غرام. اول حاجة راح نقوم بها هي راح نبدأ نخلط النواشف مع بعض. هوني نحط الخميرة، الملح، شوية ملح، والسكر، سكر حبيبات بطبيعة الحال، كما قلت لكم كأس تاع شاي غير مملوء. نحط لكم كامل المقادير في صندوق الوصف من تحت. كما تشوفوا قاعدين تشوفوا قاعدة نجيب لكم في وصفات سهلة وبسيطة خاصة للمبتدئات. هذه الوصفة تساعد إذا كان جاكم ضيف على غفلة تقدروا توجدوها ثم ثم. نخلط جميع المكونات، ثم نبدا نضيف المكونات السائله اللي هي كاس الحليب وحبه الياغورت. هذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه. انا قلت لكم في المكونات كاس من الحليب على حسب السميد نتاعكم اذا كان يشرب ولا لا، عينكم ميزانكم. هذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه كما شفتوا، لا هي جاريه ولا هي متماسكه. في الله هنا خديت طبق يدخل للفرن، دهنته مليح مليح بالزبده، سبق لي وسخنت الفرن تاعي على 160 درجه. دونك نحط البسبوسه نتاعي ونرجع لكم. حبوباتي هنا كيما تشوفوا حطيتها، دونك هنا لكم الاختيار، تحبوا تزينوها باللي تحبوا، ما نفرضش عليكم عفوا. دونك انا هنايا راح نزينها بشويه حبيبه لوز. حبوباتي البسبوسه نتاعي حاضره باش تدخل للفرن، ندخلها تيب ونرجع. حبوباتي هنايا البسبوسه نتاعي مازالت كي خرجت من الفور كيما تشوفوا طابت وخذت اللون الذهبي. انا راح نقطعها، والسيرو او الشربات لازمها تكون بارده البنات، البسبوسه سخونه والشربات بارده، سينو اذا كان الشربات سخونه والبسبوسه سخونه راح تيبس لكم وتولي لكم يابسه. دونك هنايا نسقيها بالشربات. البنات باش تنجح معاكم الوصفه هذه لازمكم تسقيوها لو ماكس لو ماكس لو ماكس، سينو راح تجيكم ناشفه من الداخل. دوك ما عليكم الا تسقيوها بكامل الشربات هذيك وخليوها تتشرب على راحتها.
ننصحكم تسقيوها من الليل وتخليوها حتى الغدوة الصباح تكون شربت مليح وتجيكم راوية من الداخل. كما شفتوا وصفة جد سهلة جد بسيطة، نتمنى البنات انها تكون عجبتكم ونلت رضاكم. ما تنسوش تدعموني باللايك وبالبارتاج، واذا كنتم اول مرة تزوروا القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس. ندير لكم دي غو بيزو، الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه.